فتضغط هنا كده الصاحب على الكنز ده بعد كده تضغط ضغطة كمان وزي ما انت شايف الصاحب يطلع لك كده صندوق مميز في ثانية واحدة يعني وبضغط الزر اهلا بيك يا صاحبي في فيديو جديد في فيديو النهارده اشرح لك ازاي تحصل على صندوق مميز مجانا بضغط الزر وفي ثانيه واحده كده فقط يعني او خمس ثواني هتجيب كده صندوق مميز وكمان اشرح لك ازاي تحصل على 300 شده مجانا قبل ما نبدا في اي حاجه كده صاحبي صل على النبي عليه افضل الصلاه والسلام وانزل اكتب لي كده كومنت رايق برد على كل التعليقات ويا ريت بقى صاحبي تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناه وبس كده يلا بينا على طول نبدا في الفيديو اول حاجه كده صاحبي لو جينا هنا على الاحداث الاول طبعا اشرح لك ازاي تكسب صندوق مميز وكمان ازاي تفتح فتحه مجانيه على باكج جديد نزل معانا النهارده وبعد كده طبعا اشرح لك ازاي تجيب ال300 شده اول حاجه كده صاحبي لو دخلت هنا كده على الاحداث هتلاقي طبعا عندك هنا حدث جديد يا جدعان نزل معانا النهارده زي ما انت شايف كده صاحبي الحدث بدا معانا بتاريخ 4 4 يعني الحدث بدا معانا النهارده او نزل معانا النهارده وهينتهي معاك بعد 20 يوم بتاريخ 24 4 اول حاجه كده يا صاحبي انت عندك هنا صندوق مخفي هتحصله حالا يعني من الباكج ده اشرح لك ازاي تجيب الصندوق المميز ده وبعد كده اشرح لك ازاي تفتح فتحه مجانيه على الباكج ده بدون ما تدفع ولا شده فاول حاجه كده يا صاحبي هتلاقي عندك هنا كنز زي ما انت شايف هتلاقي عندك هنا كده كنز باللون الاخضر ومتعلقه بحبل كده زي ما انت شايف فتضغط هنا كده يا صاحبي على الكنز ده بعد كده تضغط ضغطه كمان ده ممكن تطلع مش كنز اصلا وزي ما انت شايف صاحبي يطلع لك كده صندوق مميز بس في ثانيه واحده يعني وبضغط الزر فبس كده يا صاحبي هتجمع الصندوق المميز ده هتضغط كده ضغطة واحدة يعني وكده يا صاحبي خلاص انت جمعت الصندوق المميز طيب يا صاحبي اول حاجة كده انت جبت الصندوق ازاي بقى تفتح فتحة مجانية على الباكج ده عندك هنا طبعا فتحة ب 60 يو سي وعندك الباكج اللي هو في نفس الباكج برضه يا صاحبي عندك يعني لبستين عندك اللبسة التانية الفتحة ب 40 يو سي طيب دلوقتي يا صاحبي لو طلعت كده وجيت هنا على الفعاليات وجيت على تاني واحدة اللي هي علامة الهدايا دي وهتنزل يا صاحبي الأخيرة عندك هنا زي ما انت شايف لو أنفقت 10 يو سي يعني لو صرفت 10 شدات هتكسب هنا يا صاحبي قسيمة خصم 40 شدة وكمان لو صرفت 30 يو سي فهتكسب هنا قسيمة خصم 50 شدة. طيب يا صاحبي القسيمة دي بتخصم لك ايه؟ بتخصم لك اليو سي اللي انت تفتح بيه على الباكج. طيب خلينا افهمك اكتر لو جينا كده مثلا على اي باكج باكج البكيسي كده مثلا يا جدعان ده باكج البكيسي اللي بتطور وفتحت كده يا صاحبي فتحة ب 10 شدات هنشوف يا جدعان هيطلع لنا ايه؟ زي ما انتم شايفين يعني لنا كده الخوذه المسك دي لمده يوم طيب تمام يا جدعان نلبس الخوذه بس كده عشان شكلها يبقى جامد اهي يا جدعان خوذه المسك كسبناها المهم يا صاحبي دلوقتي طبعا انت يعني انت صرفت 10 شدات هتيجي مره تاني كده على الهدايا وهتيجي على اخر واحده زي ما انت شايف هنا هتقدر ان انت تجمع الكارت ده فتضغط هنا كده صاحب على كلمة جمع زي ما انت شايف وانت كده جمعت قسيمة بتخصم لك 40 يو سي هترجع كده كمان مرة صاحب للحدث تاني وبعد كده هتيجي هنا طبعا وزي ما انت شايف يا صاحبي ظهر لك هنا القسيمه ان هي يعني هتقسم لك 40 وسي وزي ما انت شايف يعني الفتحه ب 60 ولو جيت طبعا على اللبسه الثانيه فالفتحه الواحده ب 40 وانت اساسا يعني القسيمه اللي معاك خصمها لك 40 شده فهنا يا صاحبي لك كده فتحه بصفر شده يعني مجانا يعني انت عندك هنا لبستين هتيجي على ثاني لبسه وهنا طبعا يا صاحبي هتفتح كده فتحه مجانيه نشوف يا جدعان هيطلع لنا ايه وانت وحظك طبعا يا صاحبي يعني نشوف انا طلع لي 12 قسيمه صندوق مميز يعني يا جدعان حاجه جامده يعني يا صاحبي عندك الخمس قسائم كده بيساوي صندوق يعني انا كده مثلا كسبت صندوقين وقسمتين او صندوقين ونص يعني بعد كده بقى صاحبي نسبه الشدات بتبتدي تزيد معاك وبعد كده الفتح عندك ب 60 يو سي وعندك تحت كده حاجه اسمها المكافئات لا تتكرر تكاليف يو سي تزيد مع كل لعبه ده صاحبي بيفهمك نظام الباكج يعني ايه يعني الحاجه اللي انت كسبتها مش هتطلع لك تاني يعني انا كده كسبت 12 قسمة صندوق مميز ما ينفعش المكافأة دي تطلع لي تاني لو فتحت ومع كل فتحة يعني انا لو فتحت فتحة الفتحة اللي بعدها على طول صاحبي الشدات اللي انت هتفتح بيها بتزيد معاك ده طبعا صاحبي نظام الباكج وازاي بقى تحصل منه على صناديق مميزه، يعني احنا كده طلعنا بثلاث صناديق مميزه وكمان قسمتين يعني من الباكج ده وكل ده مجانا كده يعني يا صاحبي. بعد كده بقى صاحبي ازاي تكسب 300 شدة مجانا نركز معايا صاحبي كويس جدا عشان تفهم كل حاجه عندك هنا طبعا كده زي ما انت شايف في الصوره مينا نزلت على صفحه الانستا الرسميه بتاعتها نزلت كده صاحب على الانستجرام تابعنا على سناب شات سناب شات طبعا بتاعهم اسمه برضو ببجي مينا نفس الاسم صاحبي اللي في صفحه الانستجرام هو هو صاحبي نفس الاسم اللي في سناب شات ببجي مينا وبقول لك طبعا ارسل امنياتك بمناسبه الذكرى السنوية الخامسة واربع يو سي يعني ايه اوفا يعني صاحبي اول حاجة كده يكون عندك سناب شات بعد كده طبعا صاحبي تخش على السناب شات وهتكتب طبعا بوب موبايل مينا زي ما هو طبعا كاتب لك كده في الصورة بالظبط على طول طبعا صاحبي تخش كده على بوب موبايل مينا وهتعمل طبعا متابعة وبعد كده بقى صاحبي بيقول لك ايه تحت زي ما انت شايف انشر ستوري احتفالا بالذكرى السنوية الخامسة لبوب موبايل واسكورنا اسكورنا طبعا صاحبي يعني هتعمل لهم منشن تمام وبعد كده بقولك لك سنختار افضل 10 مشاركات للفوز ب 300 شده مجانا لكل واحد من ال 10 يعني كل واحد هيكسب 300 شده طيب يا صاحبي هتعمل ايه كده عشان افهمك اكتر واكتر اول حاجه طبعا يا صاحبي هيكون سيبلك في اول تعليق رابط صفحه باب موبايل مينا على الانستجرام عشان هتخش عليها تخش على الرابط يعني وتروح برده تشوف المنشور يكون امامك والصوره تكون امامك عشان برده لو حابب ان انت تفهم اكتر ولكن دلوقتي طبعا انا هفهمك اول حاجه طبعا يا صاحبي انت تروح على السناب شات تمام وبعد كده هتبحث باب موبايل مينا اول طبعا يا صاحبي ما الصفحه الرسميه لبابجي موبايل مينا هتعمل طبعا يا صاحبي متابعه وبعد كده هتيجي على صفحتك انت على السناب شات وتنشر طبعا صاحبي ستوري بتهني بوب جونبايل بالذكرى السنوية الخامسة يعني مثلا تهنينا الذكرى السنوية الخامسة ومش عارف ايه بتهنيهم يا صاحبي بأي كلمة حلوة كده يعني عادي تمام وبعد كده يا صاحبي بتعمل لهم منشن في الستوري يعني بعد ما كتبت الستوري وكل الكلام الحلو وكل حاجة هتروح في الآخر كده اعمل لهم منشن هتعمل منشن وبوب جونبايل مينا عشان يعني هو بيقول لك سكورنا يعني اعمل لنا منشن عشان برضه نشوف الستوري تمام بس كده يا صاحبي هترفع الستوري بتاعك او هتنشر الستوري بتاعك وبس كده طبعا هتستنى ان هم يختاروا افضل 10 ستوريات افضل 10 ستوريات يا صاحبي يعني ظبط الكلام تهنينا ومش عارف ايه وشويه كلام حلو كده وافضل 10 ستوريات يا جدعان كل واحد فيهم هيكسب 300 شده مجانا بعد كده يا صاحبي يلا بينا نفتح كده 10 صناديق كلاسيك وطبعا قبل ما نقفل الفيديو نفتح يا جدعان 10 صناديق، أنا معايا طبعا 17 صندوق، فهنفتح كده 10 صناديق على الإنفور التلجي بحظ كل إخواتي اللي عملوا لايكات للفيديو وكمان اللي هينزلوا يعملوا لايكات، يعني يا جدعان ال 10 فتحات دول بحظ اللايكات ويلا بينا نفتح بسم الله، شوف بقى يا جدعان حظ اللايكات هيكون عامل إزاي، لو أنتوا عاملين لايكات بقى ومروقين الكلام فهنلاقي الحظ جامد، لو مش مروقين الكلام يا جدعان فالحظ مش هيكون جامد. جامد جامد الجروزة يا جدعان يا عيني على العظمة عظمة يا جدعان يا جدعان والله عاش عليكوا قوي الجروزة جامدة يا جدعان يعني انا اصلا كنت عايز الجروزة يا معلم وبقينا كده كمان ار بي 42 جمدانة يا جدعان طلع لنا سكن الجروزة حاجة جامدة نيجي كده هنا نمسك الجروزة طبعا سكن الجروزة جامدة يا جدعان والله وكمان على البدلة يعني حاجة جامدة بس خلينا معلم في الام 4 ده طبعا يا جدعان كده فتحنا 10 سنة دي كلاسيك بحظ اللايكات وبس كده يا صاحبي ده كان فيديو النهارده اتمنى يكون الفيديو عجبك وتكون استفدت من الفيديو لو الفيديو عجبك بقى ما تنساش ان انت تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناه وبس كده اشوفك في فيديو جديد والسلام